دكتور، ازيك؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد لتروازيام بريمير اسمه لنمبر فورمي دو تروا شيفر. نبتدي نكبر شويه، ناخد نمبر اكبر شويه ونتعرف عليهم هنتعامل معاهم ازاي. دلوقتي احنا كنا دايما بناخد دو نمبر كده، كنا بنقول على ده يونيتي وعلى ده ديزان. النهارده زاد معانا نمبر تالت هنسميه سانتين، يعني البوزيسيون بتاعت النمبر التالت اسمه سانتين. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي كده، طبعا دي سميناها سان، لو كانت دو بتبقى اسمها دو سان، دو سان، او بنكتبها كده دو ان لتر سان. يعني دايما بنطق الرقم ده واقول سان، لان الدو زيرو دول معناهم سانتين. يعني لو كاترو جنبها دو زيرو تبقى ايه؟ كاتر سان، 500، 600. فدايما بنطق ده الاولاني عادي واقول جنبه ايه؟ 100. يبقى كده عرفنا ان كلمة سنتين معناها كمبيان دو زيرو، معناها دو زيرو. كلمة سنتين معناها كمبيان دو زيرو، دو زيرو. طب وكانت كلمة ديزان كمبيان دو زيرو؟ ان سول زيرو. برافو، يبقى سنتين دو زيرو، الديزان ان سول زيرو. طب والunité؟ الunité نا با دو زيرو، مفيش زيرو، با دو زيرو هات. طيب ايه المطلوب مننا النهاردة؟ احنا قبل كده خدنا في الديزان والunité كان البلو جران نمبر، اكبر نمبر، بلو جران نمبر، شايفينه؟ بلو جران نمبر فورمي دو دو شيفر. مين اكبر رقم كان معمول من دو شيفر، من رقمين؟ اما يجي يقول لي اكبر، فانا بدور على اكبر رقم اصلا في الاولانيين خالص في انسل شيفر كان النف. يبقى اما يجي يقول لي لو بلو جران نمبر فورمي دو دو شيفر اقول له 99، صح كده؟ طب لو جه قال نفس الكلام ده بالظبط، بلو جران نمبر فورمي دو دو شيفر، بس جه قال لي ديفيرونت، مختلفين، ديفيرونت يعني مختلفين، يبقى هاخد النف. بس طب ما النف دي زيها، يبقى اروح حطها ايه؟ نفويت. طب لو جه قال البلو جران نمبر فور مي دو دو شيفر بس قال سامبلابل، يعني ايه سامبلابل؟ يعني زي بعض. طب ما نرجع كده، دايما بنفكر في مين البلو جران العادي، 99، ما هم سامبلابل، هم زي بعض، يبقى 99. طب لو قال البلو جران نمبر فور مي دو دو شيفر ديفيرونت، او دو شيفر وجه قال بير، جه قال ايه؟ بير. هما مين النمبر بير؟ قلناهم قبل كده في فيديو قبل كده، نرجع له. النمبر بير هما النمبر اللي اخرهم 0, 2, 4, 6, 8. طيب يعني الكاتر فانديز ويت هي البير، ولو قال امبير يبقى الكاتر فانديز نف. تمام؟ طيب ممكن يلعب تاني؟ ممكن يجي يقول لي لو بلو جران نمبر فورمي دو دو شيفر والسم بتاعتهم دوز. السم بتاعتهم ايه؟ دوز. هو اكبر نمبر 99، هل 99 السم بتاعتهم دوز نف ونف؟ لا، دول ديزويت، دول كتير قوي. خلينا في النف ونشوف النف محتاجه كام عشان تبقى دوز. ابريل نف، ديس، اونز، دوز، يبقى محتاجه تروح. يبقى هو ده النمبر اللي انا بسال عليه، 93. احنا النهارده هنتكلم عن التروا شيفر، يبقى محتاجين نرغي شويه في التروا شيفر. لو جيت قلت لو بلو جران نمبر دو تروا شيفر، اكبر نمبر من تروا شيفر، هعمله ازاي؟ اكبر نمبر من تروا شيفر، احنا اتفقنا اكبر شيفر هو النف. لو ما قالش اي شروط يبقى اعمل ايه؟ نف نف نف، تروا نف. طب لو جه قال برضو البلو جران نمبر، احنا هنفضل فيهم تروا شيفر، بس جه قال لي ديفيرونت، جه قال لي ايه؟ ديفيرونت، تلاتة شيفر مختلفين، اجيبهم ازاي؟ هاخد كده ادي نف وابتدي اقلل، ويت سات. محدش يجي يقول لي مثلا سون فان سانك، ما هم تلاتة مختلفين. بس ده عايز اكبر رقم، فلازم ابتدي بده وابتدي اصغر منه. طب لو جه قال لي تروا شيفر سامبلابل، ايه ده؟ احنا رجعنا تاني للاصل اللي هي كانت دي، سامبلابل يعني زي بعض، يبقى هناخدهم ال 499.
طيب لو جه قال لي انا عايز 3 شيفرة ويكون بير، ويكون ايه بير، وما قالش ديفرنت، هاخد النف والنف، النف التالتة دي مش بير، واخد الويت. لو جه قال لي 3 شيفر ديفرنت ويكون بير، خلي بالكو 3 شيفر ديفرنت ويكون بير، لازم امشي بنفس الترتيب. لو جيت خدت نف وبعدها هاخد ويت، صح؟ طب انا لو خدت السات بعد كده ده مش بير، يبقى نعمل ايه؟ نصغر ده كمان يبقى سيس. حد يقولي طب ما نعمل كده نف سات ويت، مش ده كده بقى البير ورا؟ بس هو مين اكبر، ده ولا ده؟ لا ده. فانا بمشي بالترتيب نف ويت، السات ما نفعتش اخد السيس، ما قلش واطلع السات قدام وارجع الويت ورا، تمام؟ طيب ده كده البلو جرام. طب لو جه قال لي le plus petit nombre formé de 3 chiffres، اصغر نمبر دايما بيكون مين؟ بيكون 1 وجنبه زيروهات، يعني 100. طب لو قال le plus petit nombre de 3 chiffres différentes، مختلفين، يبقى 1 خلي بالكم و0 ده مختلف، ونغير ده يبقى كام؟ 2. طب لو قال le plus petit nombre بس قال de chiffres semblables، شبه بعض، هو الصن ده شبه بعض؟ لا ده واحد واتنين زي بعض. طب ايه هخليهم تلات زروات ملهاش معنى؟ لا هي 111 تلات انات. فهمنا الحتة دي؟ عارفة انها صعبة شوية، محتاجين نتمرن عليها كتير ونقول عليها اكزامبلات كتير اوي عشان تثبت في دماغنا. طيب خليكوا معايا. لو انا جيت كتبت 500، شايفينها 500 دي؟ انا ممكن اكتبها بكذا طريقة، ممكن اكتب كده 510، فمعنى كلمة سنتين دي دو زيرو، يعني دي إيجال 500. وممكن أشيل زيرو واحد، هو أنا لو شلت زيرو واحد يعني اسمه إيه؟ ديزان، يعني ممكن أكتبها كده 50 ديزان، شايفين؟ مش الديزان دي معناها زيرو؟ يعني أزود جنب السنكونت إيه؟ زيرو كمان، يعني معنى كده دي زي دي زي دي، ودي ممكن أحط لها كلمة يونيتي لأن ما بتزودش زيروهات. يعني معنى كده انه انا لو جيت قلت انا عندي 700 كده 700 يونيتي ايجال كومبيان دو سنتين ايجال تاني كومبيان دو ديزان، كومبيان دو سنتين وكومبيان دو ايه ديزان. خلي بالكم معايا، هو كاتب لي كلمه سنتين، هو كاتب لي كلمه ايه سنتين، يعني معناها دو زيرو وانا عندي هنا 700، دو زيرو موجودين هنا مستخبين تحت كلمة سنتين، يبقى انا اخبي الدو زيرو يبقى اكتب هنا كام؟ 6. لو عندي الكلمة انا بخبي الزيروهات، لو انا اللي هقول دي ايجال كام احط جنبها الزيروهات لاني هشيل الكلمة، يا الكلمة يا الزيروهات. طب كلمة ديزان معناها مستخبي في جيبها كام؟ 01، يبقى اخبي 01 يفضل 70. نعمل اكزامبل كمان. لو انا عندي، ونخلي بالنا كام بوان يونيتي ايجال 300 ايجال كومبيان دو ديزان، شايفينها يلخبطني بقى ويشيل ويحط وهنا يقلل وهنا يكبر ويعمل شقلباظات فيه. 300 معناها 20، يعني الرقم بتاعي كام؟ 300 اهو، خليه هنا على جنب كده. يونيتي دي مش مستخبي عندها حاجة، يبقى مش هخبي من هنا حاجة، يبقى احطها زي ما هي، مادام في ايجال يبقى كل واحده بروبلم لوحدها ما جمعهمش. طب هنا ديزان مستخبي كام تحتها؟ كام؟ 01. مادام مستخبي تحتها 01 يعني اخبي واحد، يبقى فضل كام؟ 30. صعبه الحته دي؟ تهيالي انها سهله وفهمناها. طب لو جيت قلت لكم انا عندي اكزرسيس كده بيقول، بيقول انا عندي 40 ديزان بلس عندي 20 ديزان، عايزة أعرف دول إيجال كومبيان دو ديزان وإيجال كومبيان دو سنتين، حتة حتة ولازم أفكر. كارونت إيه؟ ديزان. وفان إيه؟ ديزان. مش دي ديزان؟ هي مستخبي تحتها زيرو بس خليها دلوقتي، ودي تحتها زيرو بس خليها دلوقتي. ليه خليتهم؟ عشان هنا في ديزان برضو، مادام كلهم إخوات أنا هشيل الجزء ده دلوقتي من البروبلام، مادام دول كلهم إخوات عادي كأنهم مش موجودين. 40 و 20 بعملها ازاي؟
مش دي فيها زيرو في الاخر ودي فيها زيرو في الاخر، زيرو زيرو بزيرو، وكاتر ودو سيس من غير ما احطهم فوق بعض، مادام كله فيه زيروهات يبقى خلاص الزيرو كأنه مش موجود. كاتر بلس دو ابري لو كاتر سانك سيس، يبقى سيس زيرو، يبقى سوسانت ايه ديزان. ايه اللي حصل هنا؟ يا خرابي دي بقت سونتان، اعمل ايه؟ اخد دي تحت كده واقول لها ديزان انت كان معاكي كام زيرو؟ انا كان معايا زيرو واحد. طيب الزيرو ده ممكن تحطي لي سوسانت، نبقى انت كام كده دلوقتي؟ سيسان. طيب يا سونتان انت معاكي كام زيرو؟ انا مخبيه اتنين معايا في جيبي، يعني انت مش عايزاهم من هنا؟ لا، يبقى هشيلهم واحط هنا سيس بس. مره كمان لو جينا قلنا احنا عندنا سينكونت ديزان بلس ترونت ديزان ايجال كومبيان دو ديزان وكومبيان دو سونتان. يا سينكونت ديزان، انتي ديزان وانتي ديزان وانتي ديزان، يبقى انتوا اخوات. نخبي السونتان دلوقتي ملناش دعوه بيها. سينكونت و ترونت زيرو زيرو من زيرو، سانك و تروا ابري لو سانك سيس سات ويت، يبقى كاتروفان. حلو كده، جميل. طيب انت يا ديزان مخبيه كام زيرو؟ انا معايا واحد بس. طيب ممكن تديلي كاتروفان؟ تبقى بقت ويت سان، صح؟ هي من اسمها حتى ويت سان، يعني السنتان مخبيه ايه؟ دو، فنخبي دو، يبقى فضلت كام ويت. لو انا هجاوب على اللي مكتوب بحط الزيروهات، لو انا هعمل كومبليتي زي دي كده بشيل الزيروهات. طيب لو جه قال لي انا عندي 300 plus combien de cent égal 800، وجي تحتها حط لي point plus point égal point. انت هتدوخني ليه؟ لا انا مش هدوخك ولا حاجه، انا سهله خالص. انا سنتين وانا سنتين وانا سنتين، يعني نفس العيله. 3 plus combien تدي 8، 3 عايزه توصل لمامتها الويت، يبقى زود على 3 كام؟ 4 5 6 7 ويت، يبقى زودت كومبيان دو دوا؟ 5 دوا، يبقى 3 بلس 5 تيجالا ويت. طب هي السنتين دي كانت مخبيه كام زيرو؟ 2، يعني دي 300، والسنك دي كانت مخبيه كام زيرو؟ 2، يبقى 500. طب والويت 2 برضو، يبقى 800. صعبه دي؟ تالي سهله قوي، مفيش حاجه اصعب من اسهل من كده خالص، مش كده؟ اتفقنا. طيب لو جينا الاكسرسيس زي ده وبيقول لي مي بلو جران و بلو بوتي، وعايز يلعب معايا شويه، وجي قال لي انا عندي 300 بلس 200 بلس 100، والناحيه الثانيه عندي 700. احنا هنلعب كتير؟ لا مش كتير ولا حاجه، احنا عندنا هنا 2 0 و 2 0 و 2 0، يبقوا اخوات، يبقى نحط ال 2 0 زي ما هم. 3 و 2 5 و 1 6 600، وهنا مكتوب ايه؟ 7 7، احنا عارفين انها رقم 7، و 100 يعني كام زيرو؟ 2 0. مين البلو جران يا جماعة؟ اول حاجة عد عدد الشيفر، دول 3 شيفر دول 3 شيفر، مين اكبر؟ 700 طبعا، سهلة هي جميلة. طيب لو انا عندي كده 900 وهنا عندي 10 ديزان، ممكن يكتبها كده 10 موان 20 10، ايه اللي حصل؟ 900 السنتين مخبيه كام؟ 2 0، يعني دي 900 10 ديزان موان 20 ديزان. خلي بالكوا بدل ما اتلخبط وازود زيرو هنا وازود زيرو هنا وارجع اعمل موان، لا مش دي 10 ديزان موان 20 ديزان، باردون معلش خليها، انا اسفه، 20 ديزان موان 10 هنا. طيب 20 موان 10 لوحدها، خلي الزيروهات كمان، 2 موان 1 بـ 1، وحط جنبها زيرو، وبعدين بيقول لي ايه؟ ديزان، خلي الديزان اهي. طيب نرجع نقولها تاني، ديزان دي بكام؟ بزيرو واحد، يبقى الديس اهي الديس، واحط جنبها زيرو كمان، مش معنى ان في زيرو هنا اني ما احطش ده، لا احط. مين اكبر، النفسون ولا السون؟ ايه يا مدام الهيافه دي؟ النفسون طبعا، صح كده؟ تهيألي الموضوع سهل مش كده؟ ممكن نعمل عليه اكزامبلات كتير لغايه ما ايه نبقى تمام فيه.
طيب لو انا عندي دلوقتي بيقول لي رانج دون لوردر كرواسون، مين فاكر يعني ايه كرواسون؟ يعني ايه دي كرواسون؟ كرواسون يعني كرواسونية واحدة. دي كرواسون لو انا بسمعها من بعيد ممكن افتكرها انها دي كرواسون كده صح؟ فممكن نقول انها كرواسونات كتير، يبقى الكتير دول هما اللي من الكبير من البلو جران للبلو بتي، ودي من البتي للجران. عندي كده 4 سنتين موان 20 ديزان، دي اول واحدة. وعندي كمان 4 سنتين بلوس 20 ديزان، وعندي كمان 50 ديزان، وعندي كمان 30 ديزان. وعايزين نرتبهم من البلو جران للبلو بيتي حته حته بقى. 4 سنتين و 20 ديزان دول مش اخوات، ما دام مش اخوات يبقى لازم افككها. 4 سنتين يعني 2 زيرو، يعني دي 4 زيرو زيرو، و 20 ديزان يعني 20 والديزان دي زيرو يبقى 2 زيرو زيرو. ده موان ده بكام؟ 4 موان 2 ب 2 وال 2 زيرو زي ما هم. هنا 4 سنتين و 20 ديزان مش اخوات، يبقى دي 4 زيرو زيرو، بدل كلمة سان حط 2 زيرو. طب بدل الديزان انسل زيرو، يبقى 2 زيرو زيرو و بلس زيروهات زي بعض، 4 بلس 2 تبقى 6. 50 ديزان يعني 50 وبدل الديزان احط زيرو كمان. 30 ديزان يعني 30 وبدل الديزان احط ايه؟ زيرو كمان. كده اعرف ارتب مين البلو بيتي، 600 ولا 200 ولا 500 ولا 300؟ ال 200 اول واحده اهي. بعد كده مين؟ خلصنا دي 300 500 600، يبقى 300. مين بعد كده؟ ال 500. مين في الاخر؟ ال 600. صعب الكلام ده؟ تالين الموضوع بقى سهل وبسيط مش كده؟ اتمنى يعني ان احنا نعرف نحله كويس. طيب لو عندي كمان بروبلم، عشان البروبلمات دي بتضايق ناس كتير، نخلي بالنا. وقال عندنا في الفيش اللي هينزل مع اللسان في باج 21 في بروبلم نيميرو 11، ده بروبلمات نيميرو A. بتقول علي، بصوا معايا نقرا كده سوا. Ali achète un sac d'école pour 400 livres et une paire de chaussures à 500 livres.